السلام عليكم، كيف الشباب؟ اليوم كمان بدنا ناخد أحرف مركبة. هلا او و اي او على نقطتين، اي و او و اي و او على نقطتين و اي. هدول شطور تلفظوا، تمام؟ يعني هاي تلفظ ويه ويه، مثلا تو ويه. هلا ما تعرفوا شو متلفظ، انا حط كم جمله على كم كلمه عليها وراح ان شاء الله. هي ما لها كثير كلمات، بس اذا مرت معكم مشان تعرفوا شلون تلفظوها، تمام؟ تلفظ ويه ويه، تمام. هلا شوف، بس اول كلمه قلنا كلمه ت و تو ل ت تو تو تو، تمام. تواليت، تواليت يعني مرحاض. تواليت تواليت تواليت، تمام. تواليت. عنا كمان كلمة بو بو نت بو بو بوينت 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 بوين وين وينت وينت. توالت تو تو بوي تو بوي، تمام. توالت بوي نت. انا كمان كلمة يعني هي طيارة سوخوي، سو زو خوي زو خوي زو خوي زو خوي. هاي بس يعني مشان تعرف اللفظ تنكتب هيك بالالماني زو خوي، تمام. توالتي بويا انت، توالتي يعني حمام، بويا بويا نت يعني نكتة، بويا انت يعني نكتة، تمام. وين ما شفتوا هيك بتلفظوا ويا، وشوي فيها صعوبة بس مشان تعرفوا، هي ما بتمر معكم كتير حاليا بس مشان تعرفوا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.